بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل الحديث إن شاء الله على الآيات من أول سورة البقرة. وقد تقدم بعض الكلام على هذه الآيات، وهذه الآيات في هذه السورة عن المنافقين، وهي 14 آية، من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. 14 آية في المنافقين لفضيحتهم وبيان مكيدتهم بالمسلمين، بل لقد أنزل الله فيهم سورة كاملة، سورة التوبة، فضحتهم، ولذلك تسمى بالفاضحة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وأنزل فيهم أيضا سورة كاملة، هي سورة إذا جاءك المنافقون، وأنزل فيهم آيات متعددة في القرآن الكريم، ففي كثير من المواضع يذكر الله المنافقين ومكائدهم، ليكون المسلمون على حذر منهم، وليحذر المسلم من النفاق، وليصدق في إيمانه. ومن الناس من يقول آمن، هذه الآيات هي كلها في المنافقين، 14 آية. وذكر الله في هذه الآيات أن هؤلاء المنافقين النفاق الأكبر الاعتقادي ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول لم يدخلوا في الإسلام أصلاً في الباطن، وإنما دخلوا به في الظاهر فقط. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. والقسم الثاني قسم آمنوا إيمانا صحيحا ظاهرا وباطنا، لكنهم ارتدوا عن الإيمان، لكنهم ارتدوا عن الإيمان وصاروا مع الكافرين، ارتدوا عن الإيمان في الباطن ولم يعلنوا الارتداد في الظاهر، لكنهم ارتدوا بعدما آمنوا، كما ذكر الله سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل على أن عندهم إيمان في الأول، ثم ارتدوا وصاروا منافقين، صاروا منافقين. وهؤلاء ذكرهم الله في هذه الآيات في قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصرون. استوقد نارا أضاءت ما حوله، دخلوا في الإيمان واستضاءوا بنور الإيمان، ثم لم يلبثوا أن انحرفوا والعياذ بالله. ذهب الله بنورهم وتركهم
في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والصنف الثالث ذكرهم الله في قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فهؤلاء تارة يلوح لهم الإيمان فيتمسكوا به وتارة يظهر الكفر فيتركوا الإيمان ويذهبون مع الكفر، فهم لهم حالة وحالة متذبذبون كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا حصل لهم مطمعهم وحاجتهم وقبلوا الإيمان، وإذا اشتبه عليهم شيء أو التبس عليهم شيء وقفوا وتوقفوا عن الإيمان، كما قال الله سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهؤلاء مزعزعون، تارة يؤمنون وتارة يكفرون، هذه هو التزعزع وعدم الثبات، فهم يتقلبون حسب الظروف والأحوال. أما المؤمن فإنه مؤمن في السراء والضراء، لا يتزحزح إيمانه ولا تغير مهما أصابه من النكبات ومن الفتنة ومن المحن، فإن ذلك لا يغيره عن دينه حتى ولو قتل على دينه يصبر، هذا هو الصادق في إيمانه. أما هؤلاء فهم إنما يلجؤون إلى الإيمان في الرخاء وعند المطامع، فإذا حصل فتنة أو حصل عليهم ضرر أو حصل عليهم محنة تركوا الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فالآية الأولى وهي قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقولون بألسنتهم ويظهرون هذا، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتون إلى الرسول ويقولون نشهد إنك لرسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعلنون هذا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، اتخذوا أيمانهم جنة سترة. فقولهم نشهد هذا يمين، الشهادة يمين، سماها الله يمينا، وقال إنما هم يتخذونها جنة يعني سترة يتوقون بها، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، سبق أن الله ذكر المتقين وأنهم الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله وبالآخرة هم يوقنون، فالمؤمنون يؤمنون بالله وباليوم الآخر.
أما المنافقون فإنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر كما يقول المؤمنون في الظاهر، لكن لا يعتقدون ذلك في قلوبهم، ولذلك قال وما هم بمؤمنين، حكم الله عليهم بأنهم كذبة وأنهم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنها لم توافق قلوبهم ما تنطق به ألسنتهم. ثم قال جل وعلا يخادعون الله والذين آمنوا، يعني قصدهم من قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر مع أنهم ليسوا كذلك في قلوبهم. لماذا فعلوا هذا؟ للخداع، يخادعون الله، هذا من جهلهم بالله سبحانه وتعالى. هل الله يخادع أو يخفى عليه شيء؟ يخادعون الله، هذا بزعمهم. والذين آمنوا فيغررون بالمسلمين أنهم منهم وليسوا كذلك، ليسوا من المسلمين في الحقيقة. والخديعة هي إظهار شيء وإبطان غيره، هذه هي الخديعة والمكر، إظهار شيء وإبطان خلافه، هذه هي الخديعة. خادعون الله والذين آمنوا بقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا من باب المخادعة، مثل ما في الآية الأخرى اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة، وهنا اتخذوا إيمانهم مخادعة لله وللمؤمنين. قال الله جل وعلا وما يخدعون إلا أنفسهم. أما الله جل وعلا فإنه لا يخدع، وأما المؤمنون فإن الله ينتصر لهم، فإن الله ينتصر لهم ويحميهم ويحفظهم بإيمانهم الصادق. إذن ما ينال المؤمنين منهم ضرر، وإنما الضرر يعود عليهم هم. فلما لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ظاهرا وباطنا صار الضرر عليهم هم. وما يخدعون إلا أنفسهم، حيث إنهم عرضوا أنفسهم لسخط الله وعقوبته. وما يشعرون، هذا من تمام جهلهم وعدم بصيرتهم، أنهم لا يشعرون أن فعلهم هذا إنما هو خداع لأنفسهم، وأنهم لا يخدعون الله ولا يخدعون المؤمنين، لكن لا يشعرون، لا يشعرون أن ضرر هذا عائد على أنفسهم، يعني لا يدرون، وذلك من جهلهم وعمى بصيرتهم. وإلا فالمؤمن الصادق يعلم أن سيئاته وذنوبه يرجع ضررها عليه على نفسه، فلذلك يتوب إلى الله عز وجل ويندم، بخلاف المنافق فإنه لا يشعر بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.